الرجل الذي بعده ترجم له ابن الجوزي رحمه الله في أقل من نصف صفحة، لكن الذي ينظر إلى ترجمته يجد أنه وفق بعد الإسلام وبعد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الهجرة، وفق لعبادتين عظيمتين. الأولى قيام الليل، والثانية الإمساك عن الفتن باللسان وبالجسد. هو عامر بن ربيعة ابن مالك رضي الله عنه، قال عنه ابن الجوزي: أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين جميعا. قال: ولم يقدم إلى المدينة قبله غير أبي سلمة رضي الله عنه، وشهد بدرا والمشاهد كلها. فالصحابة دل يعني المسلم بيخش أي غزوة بيمشي بجاهد، هسي ناس ندل الواحد بيسلم ما بنقول له خش معركة ولا غزوة، بس الإسلام ده مسكوا زي الناس، بس توحيد أبقى عليه تمام، ما تمشي ليه فكي، ما تمشي ليه شيخ، ما تمشي ليه زول دجال تقول له شوف ليه الرائحة، نادي الله براو، دي من البداية بعصلج فيها، دي مشكلة شنو ذاته لو وقعنا فيها. ديلك أسلم وخشوا في الإسلام ظاهرا وباطنا، تجي غزوة طوالي قدام والما بلقى يخش في الغزوة بيبكي، ما لقى طريقة يخش بيبكي. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم شنو تفيض من الدمع، كالعرباض بن سارية رضي الله عنه، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، حزنا بتختلف من حزنا، حزن بفتح الزاي وفتح الحاء قبلها يعني شدة، يعني كونه يرجعوه ما يقاتل الشدة وقع شديد عليه حتى يبكي، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مش حزنا ألا يجدوا ما يأخذون، وما طلاب دنيا، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. زول بيبكي ما لاقي شيء ينفق، وبيبكي لأنه رجعوه ما يقاتل. لذلك الواجب على المسلمين اليوم أن يقتدوا بهؤلاء الأصحاب، ونحن يا جماعة سيرة الصحابة نحيا ناس الليلة يحيوا في سير بتاعت ناس طواغيت والله الذي لا إله غيره، براعي ومكاشي وكباشي وصايم ديمة ووك وبقرون سيرة بقرون وغيره، نحيا سير الصحابة دي لا فيهم مشرك لا فيهم زول ده على الشرك، دين طاهر ونظيف وناس أسود. أي زول يطعن في الصحابة الشيوعيين شيعة غير لو ناس دنيا ناس مغلوبين، والله أنت شيوعي يقول لك نحن دارين حرية ووك، أمشي الصين مش شيوعي، أي أمشي الصين دار وأمشي روسيا أتحداك يتكلم في السياسة في البلد الإسلامي اللي بتتكلم فيه تطعن في الحاكم وخالينك، وبعد دار حرية امشي بلد ذاته هناك، امشي روسيا امشي الصين، اقبض لك صيني يقول له تعال قول له الحاكم كيف اما جرى منك يومين وما لميت فيه تعال قابلنا، والله الذي لا اله غيره، ويقول لك في البلد دي حريه. ده موضوع طويل، احنا بنتكلم الان عن ناس اطهار ما بدا نجيب دل ناس غريبين يا اخ. يقول لك الصحابه واحد لقيت منشور لها في الفيسبوك، أنا طبعا ما بأخش ما والله أسد ما بعرف أكتبه، لكن في الشغلة دي ما كتبتها، بعد لقيت جاب لي واحد قالت نحن ما دارين حاكم يقول لنا قال الله قال رسول الله ويجيب لنا سيرة الصحابة الخارقين، كذب اللفظ الصحابة الخارقين، دارين حاكم يتكلم في السياسة والاقتصاد وشؤون البلد بس، ديل مش سياسة قليتي ما بياهم ديل، والناس الشيوعية ما بينهم والناس اللي بيسخروا بيهم شايفين الصحابة رجعيين، انت عارف ده الغلب منو؟ غلبوا الروم، الروم اسي ما بترجفك
الروم دي يعني امريكا، الروم امريكا، ديل دقوها كده تر هناك الروم امريكا هناك، ولا فينا في مبدا ولا في في هناك في ليبيا ولا في كارور ولا في في جنكلكي، يقول لك نحن الصحابه ما دارين دارين نرتفع فوق، ديل مش فوق، ديل سيدنا وسيدنا مش طلع فوق السماوات العلى، طلع محل جبريل وقف، جبريل ذاته وقف قال لكل مقام معلوم اصعد يا ابن عبد الله وطلع. تقول لي يا اخي لا في هنا دي، لكن احنا دارين حريه ودارين شنو ودارين كذا، ما مشوا الاحفاد النازل، ما مشوا الاحفاد، ما مشوا جنوبي والغربي ولافين في البلد دي، وكليه الطيران الله يطيرون شت ما يجونا في البلد دي. بعد دارين حريه اكثر من كذا. انا والله وصلت لي قناعه من جوا القلب، الناس زي يا جماعه مرحله شهوات اتجاوزوها، مرحله يدعوا لفاحشه اتجاوزوها، فاحشه دي راقده اجارنا الله واياكم، نازل دايرين الفاحشه تبقى علنا، يعني قصه تصلوا لفاحشه دي ما دايره لا شيء، براهم لافين شغلتهم في بعضهم ورقيص وثوره والبيت خدتوها في النص واضحكوا عليها وكذا، دي مرحله هون اتجاوزوها، دايرين البصل الكعبه الفاس ده بتفسد شنو؟ الشوال، ونحن قاعدين ننظف البصل ده، اي بصله في البلد دي شيوعيه علمانيه غيرها ان شاء الله نحاربه نيدعها برا المخزن وبرا اي شيء. سيره بتاعت ناس اطهار يا اخو، ناس افضل الناس يا اخي جاهدوا في سبيل الله تعالى، صحابه ديل مسكوا الدين كله، شكايا الله رفع ذكرهم، رفع ذكرهم لليله محل ما تمش، عمر بن الخطاب، مسجد ابي بكر الصديق، بئر عثمان رضي الله عنه، سيرته الليله افضل من سيره لينين وكربون وجنكلك كله. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال قام عامر بن ربيعه يصلي من الليل، شوف الموقف ده جميل كيف، قام عامر بن ربيعه يصلي من الليل، دي عباده عباده من وفق اليها وفق الى الخير، والله ان دار تعرف نفسك اتقدمت في الدين ده شوف حالك مع الليل، انظر الى حالك مع الليل، لو الصبح ده الحمد لله يا جماعه بتصليه ثابت، وقبل الصبح تقوم تصلي ركعات لله سبحانه وتعالى، تتضرع تحكي مشاكلك لله وتدعوه وتتلذذ بالليل بالأنس بالله تعالى، وتنظر في النجوم وفي خلق الله وتتدبر تتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال، أنت موفق، أنت زول موفق، أضبط منبهك من الليلة لما تموت، بدل تضبط الصبح أضبطه ثلاثة اثنين ونص، واشتري كان موبايلك ذا النوع اللي أقول تعبان كذا صوته زي الفنانات داك، جيب لك صيني خليه صحي نازل بيت جد، جيب لك صيني كوري بس خليه تنبيه، عداك ثاني قوم صلي لي الله والله بيوفقك. طيب قال قام عامر بن ربيعه رضي الله عنه يصلي من الليل، وذلك حين نشب الناس في الطعن على عثمان رضي الله عنه. عثمان يا جماعه حاكم المسلمين 13 سنه قبل ما يحكمون، وقبل ما يحكمون عمر بن الخطاب، وقبل ما يحكمون ابو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وقبل ما الرسول يموت صلى الله عليه وسلم يتنبأ بخلافه عثمان، قال ان الله مقمصك قميصا ان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. هل ده معناه حكمه وخلافته خير وخلافته خير ولا ما خير يا جماعه؟ لو ما خير الرسول يقول له فلا تخلعه صلى الله عليه وسلم. طيب 13 سنة الناس طعنوا فيه، ودي رسالة لأي زول عشان ما يقول لك فلان ودارين الحاكم الفلان، لو جابوا أحسن زول دار تجيب زول أحسن من عثمان رضي الله عنه مبشر بالجنة، ها في ناس طعنوا فيه عثمان رضي الله عنه، في ناس طعنوا فيه، انت دار زول أكثر من كذب. طيب قال حين نشب الناس في الطعن على عثمان فصلى من الليل، خلاص الكلام بدأ،
لأنه الدم الدم والفتن بتبدأ بالكلام، تبدأ بالكلام. لما بدوا يطعنوا فيه عامر بن ربيعة رضي الله عنه يصلي بالليل، شوف الحصل شنو، قال فصلى من الليل ثم نام عامر بن ربيعة رضي الله عنه، فأتي في المنام، يعني رأى رؤيا، رأى رؤيا في المنام رؤيا، فقيل له قم في النوم، قيل له قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. يعني في النوم رأى رؤيا أنه أتاه آت قال له قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، يعني أسأل الله ينجيك من الفتنة. قال فقام فصلى ثم اشتكى، يعني مرض، ثم اشتكى فما خرج إلا جنازة، إلا على جنازة. الفتنة هي شنو؟ قتل عثمان رضي الله عنه. اي سيد قطب وغيره من دعاة الباطل يقول هذه الثورة التي قامت على عثمان من روح الإسلام، من روح الإسلام. أي إسلام الذي عثمان ضده؟ أي إسلام؟ عثمان ممن ينصر الإسلام ويدافع عن الإسلام، بل اتباع عثمان من الإسلام. عليكم بسنتي وسنة منه، ده نمرة ثلاثة فيهم. شكيف ناس المظاهرات دل من بدري جماعة الإخوان المسلمين، السيد قطب وغيره. طيب قال ابن سعد قال الواقدي كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام. عثمان قتل في سنة 35 من الهجرة، وكان قد لزم بيته مما سمع أن عثمان قتل والفتنة بدت تاني ما مرق، وكان قد لزم بيته فلم يشعر الناس إلا بجنازته قد أخرجت رضي الله عنه. مما قال عثمان قتل تاني ما مرق من بيته. أشكي يا جماعة في سنن أبي داود صحاح الألباني من رواية أبي كبشة قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. شفت جاءت الفتن دي أعمل أربع أشياء، جاءت فتنة أعمل أربع أشياء. الشيء الأول أدعو الله أن ينجيك مما تجي فتنة، أسأل الله ينجيك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رسول بالليل صلى الله عليه وسلم بيقوم بيدعو في الصلاة، بيبدأ اللهم رب جبرائيل وميكائيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل يأتي بالوحي في حياة النفوس، ميكائيل يأتي بالرزق في حياة الأبدان، إسرافيل يأتي بالمطر في حياة الأرض، وينفخ في الروح وينفخ في الصور فيحيي الله الأموات. ذل كلهم بأمر الله سبحانه وتعالى ومن عند الله يأتون بهذه الأشياء، جبريل بالوحي وميكائيل الرزق وإسرافيل النفخ في الصور فيحيي الله الناس. وأنت تحتاج إلى حياة النفوس وإلى البصيرة عند الفتن. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده الرسول عليه الصلاة والسلام تدعو الله عند الفتن. الحاجة الثانية تكون صادق. الزول يا جماعة الصادق ده الله بمرقه. الزول بتاع اللخبطة يا هو اللي بيقع في الفتنة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن الصدق يهدي إلى البر كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. ثلاثة، الزول عند الفتن يلازم بيته. البلد جاطت وكذي لازم بيتك بس أمرك من الفتنة. لأن تلقى الله كفافا لا لك ولا عليك خير من أن تلقى الله بفتنة. بفتنة قل من ينجو فيها من الظلم والشر. أربعة، تبادر إلى الله تعالى بالعمل الصالح وبالعلم النافع وهو بسؤال أهل العلم. دليل على العمل الصالح في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني بتجي فتن انت بادروا بالأعمال الصالح إن شاء الله ينجيك بعدين. وترجع إلى أهل العلم دليل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم.